الشعارات وتناثرت هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، حيث يكون التحدي والقوة مع أول المراكز وأول المنطلقات. الله يا أبو وادي. عبد الله بن راشد بن علي بن نشيره المري ينتشر في أركان الميدان بهذا الشعار، ولكن وصل هذا الشعار، نعم، مع توزيع علي بن سعيد بن هنالك بن حلفان، ينطلق في هذه اللحظات ثالث التحديات. وصلت سرابه جابر بن عبد الله بن جبر او جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، رابع التحديات. وصلت قمريه حمد بن سالم بن احمد الوهيبي، يلا خامس المراكز والخمسه نجوم الفايف ستار. وصلت هنالك، وصلت الهده جار الله بن سالم بشريده، ولكن بن حلفون شرد، شرد مع الناموس، توزيع توزيع، نعم تقلع مع الناموس مع هذا الختام، نعم من دون اي منازع ولا متحدي ولا 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 منافس على الاطلاق، نعم مع توزيع توزيع مع ابن حلفان مع الناموس مع الامثال الاخيره، نعم مع ابن حلفان. روح يا اخوي عويضه 200 متر ما تفصل توزيع، وهذه العروض الممتازة والمتميزة من هذا الشعار، نعم مع علي بن سعيد بن حلفان المري مع توزيع الناموس. تهانينا والف مبروك لعلي بن سعيد بن حلفان المري على انتزاع توزيع لناموس الشوط الثاني مراكز. هنالك سرابة لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري والتواصل مع شواهين فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري رابع مراكز. هنالك والتواصل مع ابو وادي عبد الله بن راشد بن علي بن نشيره المري خامس المراكز. مشاهدينا الاعزاء كان التواصل مع الهده لجار الله بن سالم بشريده المري. اذا مشاهدينا الاعزاء هكذا كانت التحديات وتوزيع الشعارات لانتزاع النواميس للمراكز الاولى المتقدمه، وهو ملخص الشوط السابق. فكان التحدي شعارات والتنافس على انتزاع لقب الناموس، ولكن توزيع صاحبة هذا الشوط الممتاز الذي دائما يسجل باسمها في هذا الشوط الثاني للبكار بتحدياتنا، توزيع لعلي بن سعيد بن حلفان المري الذي انتزع هذا الشوط، وهي ساعة الوصول معلنة الفوز والناموس والانتصار. ساعة الوصول 2:06:03 من الثانية. إذا مشاهدينا الأعزاء تحطم التوقيت الزمني تحت أخف توزيع لبن حلفان ثاني مراكز. هنالك سرابة جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، ساعة الوصول 2:08:06 من الثانية. ثالث المراكز والتواصل مع ثالث المراكز. هنالك ساعة الوصول 2:08:07 من الثانية. ثالث المراكز هنالك مع شواهين فهد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري.